مشاهدينا الكرام، متابعي قناة سهيل الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى لقاء خاص. ضيف حلقتنا أحد القيادات الميدانية للمقاومة الشعبية في محافظة إب. ضيف حلقتنا وقبل أن يكون قياديا في المقاومة الشعبية يعمل في القطاع المصرفي مديرا لفرع بنك اليمن البحرين الشامل في محافظة تعز. القيادي نائف محمد الجماعي. وضيف حلقتنا قبل أن يكون مقاوما أديب وشاعر، ترك مكتبه في محافظة تعز والتحق بجبهة المقاومة ليقود القتال هناك ضد ميليشيا الحوثي وصالح. شيخ نايف، أهلا وسهلا بك. حياك الله وسلمك. لنبدأ شيخ نايف من تفجير ميليشيا الحوثي وصالح لمنزلكم في مديرية بعدان، هل أثر هذا على معنوياتك أنت ورجالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. في الحقيقة أن تفجير المنازل هي عادة لهذه الميليشيا الإنقلابية التي فجرت وطن، فما بالك بمنازلنا. وأنا أعتقد أنها بتفجيرها لمنازلنا زادتنا إيمانا بأننا أصحاب غاية نبيلة وهدف سامي ومقصد شريف، وما تفجير المنازل إلا وسام شرف نرفعه على أعناقنا في جبال بعدان وجبل المنار بالذات. وأنا أعتقد أنها سنة الله في الكون، إذ أن المجرمين دائما القتلة هم الذين يعيثون في الأرض فسادا فيدمرون المنازل والمساجد والمصالح العامة والخاصة، وإلا لماذا سميناهم حوافيش أساسا؟ لم تجب على سؤالي، هل أثر في معنوياتكم؟ لو أثر في معنوياتنا لما وجدتنا اليوم صامدين في جبال القتال. لماذا انسحبتم من بعدان إذن؟ انسحبنا انسحاب تكتيكي لأننا لم نكن نمتلك وقتها القوة القادرة على ردع الحوثي الذي يمتلك قوة الدولة وسلاح الدولة ويتعامل معنا بهمجية، إذ كان يقصف المدنيين ويقتل النساء والأطفال بلا هوادة، لا توجد لديه أدنى مقومات وأخلاق وقيم الحروب التي يمتلكها الرجال، وبالتالي فضلنا الانسحاب إلى أطراف جبهة بعدان لنعيد ترتيبها بسلاح قوي وبتدريب نوعي، وإن شاء الله رب العالمين تنتظر الحوثي أيام وليالي سوداء إن شاء الله. كم استمرت المواجهة بينكم وميليشيات الحوثي وأتباع صالح؟ استمرت 24 يوم كاملة في أربع جبهات، ابتداء من جبهة بن الحارث سمارة في حدودها مع المنار، إلى جبهة المخادر، إلى جبهة نقيل إب المطل على مدينة إب، إلى جبهة سوق الليل المتاخمة للسبرة والعود. هل ممكن تعطي المشاهد فكرة عن عدد الخسائر اللي لحقت بكم أنتم مقارنة بما لحق بميليشيا الحوثي وصالح؟ لدينا من الشباب 18 شهيد رحمة الله عليهم من خيرة شبابنا في بعدان، ومن المدنيين حوالي 7 نساء وأطفال وشيوخ كبار، وتم تدمير 3 منازل وعاثوا فسادا بمقدرات الدولة في بعدان، في المعهد الفني، في إدارة الأمن، في المجلس المحلي، في مقرات الإصلاح، في أكثر من مكان، وعدد من الأطقم والآليات تم تدميرها. بالمقابل لدى الحوثي من معلومات موثوقة مؤكدة من مصادر مقربة من الحوثيين في جبهة المنار وحدها قرابة 48 جثة التي تم سحبها خلال 3 أيام مواجهة في المنار، عدد قتلاهم يربع على 100. ومع ذلك نحن نعتقد أننا إن شاء الله رب العالمين قادرين على إعادة ترتيب الصفوف والدخول في جبهة منظمة يحكمها قانون قتالي جديد سنفاجئ به الحوثي إن شاء الله. هل تعرضتم لخيانة من نوع ما في جبهة بعدان؟ عبد الله بن أبي نسخة مكررة تكرر نفسها دائما وأبدا، هي موجودة في غزوة أحد، وأبو رغال هو الذي ساق الفيلة إلى الكعبة، والصفوي ابن العلقمي هو الذي مهد للتتار للدخول إلى بغداد. ولا شك أن هناك من السوقة وضعاف النفوس من تعاونوا مع الحوثي وأطلقوا علينا النار من الخلف، وصنعوا من الأمر الذي إلى حد ما أثر على مجريات سير المعركة. لماذا تقبل المقاومة في صفوفها من هب ودب؟ لم يكونوا في صفوف المقاومة، إنما كانوا مواطنين عاديين في قراهم أشبه بالخلايا النائمة،
انتفضت حال وصول الحوثي إلى جبل. هل تنسقون يعني في إب مع مختلف الجبهات والقيادات الميدانية للمقاومة؟ نرى أو نسمع يعني أن هناك قيادات هنا وهناك، هل لديكم مجلس تنسيق؟ هل تنسقون مع الجبهات الأخرى؟ نعم، ابتداء أعلنت المقاومة الشعبية بمحافظة إب باكورة الابتداء والتدشين، كان إعلان المجلس التنسيقي للمقاومة بمحافظة إب بشكل عام. والمقاومة بحمد الله رغم الإمكانات الشحيحة البسيطة مقارنة بعتاد الحوثي الذي هو عتاد الدولة الذي نهبه من معسكرات الدولة، استطاعت أن تنسق فيما بينها وتجمع على الأقل ما يمكنها من مقارعة الحوثي في جبهات القتال. ونحن على تنسيق دائم مع جبهات الحزم والعدين والقفر والرضمة ودمت ومريس والقعطبة، الحمد لله رب العالمين. ما هي الأسلحة التي تمتلكونها؟ كنا في جبهات المقاومة في بعدان نمتلك 2 رشاشات 12-7، والثالث جاء غنيمة من معركة في منطقة فروع في شذبان من ميليشيا الحوثية الهاربة من بيضاوي، ومدفع واحد هاون ومدفع ب10، والباقي سلاح عادي شخصي. أي يعني مقارنة بما يقابلها مع الطرف الآخر، كنا نقصف يوميا بالكاتيوشا والدبابات والبي ام بي وال23 وال37 وال14.5 من مختلف المناطق في جبهات القتال، سواء في المخادر والسحول أو في من مدينة إب، وهم كانوا يحاولون جرنا إلى معركة في مدينة إب لنؤذي أهلنا في إب، ونحن آلينا وتعهدنا أن مدينة إب مدينة سلام ومدينة أمن وأمان، ولا يمكن بالمطلق أن تتحول المعركة من جبال بعدان إلى مدينة إب. الغازي المحتل الحوثي قادم من أطراف صعدة وعمران والجوف ليعيث فسادا في مدينة إب، وإب أهلي وناسي وأهل رجال المقاومة، وهل يمكن للعاقل اللبيب أن ينقل المعركة إلى بيته؟ بمعنى أنتم حافظتم على المدنيين وعلى السكان وفضلتم الانسحاب، يعني حتى أننا لم نكن نرد على أصوات الدبابات، على قذائف الدبابات والمدفعية التي تقصفنا من بين بيوت المواطنين في المدينة نفسها. أين هي الآليات اللي كنتم تملكونها بعد انسحابكم؟ تركتموها أم لا؟ انسحبنا بكل آلياتنا، وشكلنا الآن معسكر الحمد لله رب العالمين يضم 5 جبهات، وجمعنا الجهود. ماذا عن العسكريين والقيادات التي أعلنت انضمامها للشرعية وساندت المقاومة؟ أين هم اليوم؟ اليوم سلمناهم زمام الأمور، سلمناهم دفة القتال، والذي يرتب للمعركة ويقود غرفة العمليات اليوم هم قيادات عسكرية معروفة بولائها للشرعية من مختلف هذه المديريات التي تحدثت عنها. لنعود إلى الحديث عن انسحابكم من مدينة إب، يعني تفضيلكم الانسحاب حفاظا على المدنيين، هل تملكون حاضنة شعبية نستطيع القول أنها تساند المقاومة إلى حد ما؟ لك أن تطلع فقط على صفحات التواصل الاجتماعي لترى حجم وكم الإعجاب بالمقاومة وبما صنعته المقاومة في جبال بعدان وفي العدين. هناك حالة من الامتنان للمقاومة لدى أهلنا وإخواننا وأصحابنا وعشيرتنا وقومنا في محافظة إب بشكل عام، والله الحمد. ما هذه الجهود التي اشتغلنا بها؟ نحن لم تكن لدينا بنادق، ونحن كما قلت في المقدمة أهل قلم وأهل قرطاس وأهل مكاتب، لكن هؤلاء حولونا إلى مدافعين عن كرامتنا وعقيدتنا وأوطاننا وترابنا وقيمنا التي تربينا عليها، فساندنا أهلنا في إب، المشايخ والشخصيات الاجتماعية. وأنا هنا أنتهزها فرصة لأشكر كل شيخ وكل قائد عسكري وكل رجل أعمال وكل مغترب من أبناء بعدان والشعر ومحافظة إب بشكل عام، والذين تعاونوا معنا ورفدونا بالمال وبالسلاح وبالذخائر، بل حتى بالدعاء والتثبيت لنا في جبهات القتال. لهم كل الشكر والامتنان والاحترام في الخليج، في أوروبا، في أمريكا، والموجودون هنا في أرض الوطن. بمعنى أنكم على تواصل، يعني أو أن هناك ارتباط بين المقاومة في سواء في الداخل أو في الخارج؟ صحيح صحيح، لا يمكن أن نطير إلا بجناحين، جناح الداعم وهم هؤلاء، وجناح المقاومة في الميدان وهم الرجال الذين يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن ولهذا المعتقد. كنتم على مشارف مدينة إب من الجهة الشرقية، وأنتم تخوضون المقاومة ضد ميليشيا الحوثي وصالح، هل أخذتم في نصب أعينكم يعني مدى قوة الطرف الآخر وما يملكه من ألوية عسكرية وجيوش؟ يعني
لو كنا نخشى ذلك لما دخلنا المقاومة أصلا، ولما فضلنا أن نتحول من مدنيين إلى عسكريين. وأنا هنا أسوق تحية واحترام وإعزاز وإكبار لأهلنا في تعز، لرجال المقاومة، لقائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي، والذين نقلوا للعالم أننا مدنيون بطبعنا، لكن دفاعا عن معتقدنا، عن أرضنا، عن ديننا، عن قيمنا، سيتحول المدني، سيتحول المهندس والطبيب والشيخ القبلي والطالب في مدرسته وجامعته إلى رجل مقاتل يقدم روحه ودمه رخيصا في سبيل نصرة هذا الوطن وإحقاق الحق ودفع الانقلاب ورفضه. هناك من يقول بأنكم في المقاومة يعني أسلوب حربكم تتركون فرصة للعدو بأن يتجمع في منطقة معينة ويكرس جهوده يعني لدحركم أو للقضاء على المقاومة في منطقة معينة، بمعنى أنه يجمع كل قوته من الرضمة، من يريم، من إب، من السحول، من ويصبها في بعدان مثلا. لماذا لا تشتتوا العدو في أكثر من منطقة يعني وتستنزفوه يعني؟ هذه مرحلة تجاوزناها، ونحن اليوم نوحد الجهود حتى على مستوى الميدان، وإن شاء الله رب العالمين سيتحرك أبناء هذه المديريات المختلفة في جبهة واحدة معا، بحيث إذا فتحت جبهة في منطقة معينة ليس المعني بها أبناء هذه المنطقة، لكن سيتحول كل أبناء محافظة إب من مختلف المديريات إلى هذه المنطقة ليذودوا عنها، وبالتالي نحن نقارع الحوثي برجال المحافظة بشكل عام. هناك من لا يزال يصف أداء المقاومة بطابع العشوائية والفوضى. المقاومة لا يعني تسير بخطى غير ثابتة يعني، ما ردكم؟ ليس من الإنصاف أن نقول هذا الكلام، لأنها من حيث الاسم هي مقاومة شعبية، والمقاومة الشعبية جمعت بين دفتيها الطبيب والطالب والعامل والفلاح ومختلف شرائح المجتمع اليمني، وبالتالي إعادة صياغة هؤلاء من الحالة المدنية التي يعيشونها إلى حالة عسكرية جامعة تحتاج إلى شيء من التدريب والتنسيق والتأهيل ليصبحوا قادرين على إدارة المعركة، وهذا ما حاولنا خلال العشر الأيام الأخيرة أن نصنعه في الميدان. إذ نقلنا التجربة من محافظة تعز والتي قام بها العميد يوسف الشراجي والعميد صادق علي سرحان حفظهم الله، نقلناها إلى محافظة إب بحيث نقوم بتدريب وتأهيل هذه الشرائح المختلفة في إطار واحد وهو إطار عسكري، والذي يقود هذا العمل عسكريون من القيادات المتمرسة والمعروفة في الميدان، بمعنى انضوائكم تحت عباءة الجيش الوطني. نعم نعم إن شاء الله، وهي في الحقيقة هي نواة لمعسكرات تحمي الشرعية إن شاء الله. بمعنى أنه هناك توجسات ومخاوف من بروز خلافات بين فصائل المقاومة، إذا ما توحد الناس كلهم انضووا تحت لافتة الجيش الوطني ستنتهي هذه. صحيح، الكثير من الشخصيات الاجتماعية الذين انضووا تحت لواء المقاومة لا أعتقد أن لهم مطامع أو مكاسب شخصية يريدون تحقيقها جراء أو لقاء انضمامهم في هذه المقاومة الشريفة، وإلا ما معنى أن يتقدم الواحد منا ليقدم بيوته وسياراته وأمواله بل ودمه رخيصا في سبيل هذا المبدأ وهذا الهدف السامي والمقصد الشريف، وهو يرجو من وراء ذلك مطمع أو منصب معين، وبالتالي أنا مقتنع كل الاقتناع أنه لا مطمع لأحد من رجال المقاومة الشعبية بمنصب غدا، وقناعتنا أيضا الذي ينظر إلى موضع قدمه أين سيضعه غدا بالنسبة للمكاسب لن يستطيع أن يحقق النصر في أرض الميدان. نسأل الله سبحانه وتعالى سلامة النوايا والمقاصد. يدفع المخلوع بعناصر لتتصدر واجهة المقاومة الشعبية والنيل منها من الداخل، ما مدى صحة ذلك؟ ليست المقاومة ملك أحد، وليست ملك حزب ولا ملك جماعة ولا ملك منطقة، ولذلك أبوابها مفتوحة للجميع، كل من لديه الحرقة ولديه يحمل نفس الهم ونفس الغاية النبيلة ونفس الهدف فهو مرحب به بين صفوف المقاومة الشعبية، لا يمكن لأحد أن يحتكر المقاومة لصالحه بالمطلق، وبالتالي نحن نرحب بكل الجهود
من المؤتمر، من الإصلاح، من الاشتراكي، من الأخوة السلفيين، من أي مكان كان ومن أي قبيلة كان ومن أي منطقة كان، هو مرحب به في صفوف المقاومة. إلا من ظهرت لنا سوء نوايا فهذا سيتم التعامل معه إن شاء الله رب العالمين بما يليق التعامل به. طيب ما الجديد الآن في فيما يتعلق بمقاومة إب؟ يعني هل سنسمع في الأيام القادمة أشياء أخرى أم أن الأمر سيظل في إطار الهدوء خلال الثلاث الأيام الماضية في جبهة بعدان، في منطقة العذارب، في ظفار ويبار وحمك ونقيل خشبة، انتقلت المعركة من الشعبوية إلى العسكرية. قادة عسكريون متمرسون هم الذين يديرون المعركة، والمدفعية تمشط. آلمنا الحوثي كثيرا، فقد الكثير من رجاله، وأنا هنا أستحي أن أسميهم رجال فهم أشباه رجال، وفقد الكثير من آلياته في نقيل خشبة. إن شاء الله رب العالمين سيسمع المشاهد ويرى ويشاهد بأم عينيه أننا سنحرر إب دون الدخول بقوة عسكرية إلى إب. سنضغط عليها من ثلاث جبهات إن شاء الله رب العالمين، أو أربع جبهات، والتنسيق جاري. نمتلك الإرادة والعزيمة القوية، نمتلك السلاح الثقيل الذي كان يقارعنا به الحوثي في مدينة إب، نمتلك الشباب المدرب المؤهل الذي أهلتم. نعم الحمد لله رب العالمين، أهلنا كتيبة وفي طور تأهيل كتيبة ثانية إن شاء الله من مختلف هذه المديريات الخمس. وإن شاء الله رب العالمين الوضع بشكل عام، الوضع في اليمن كما تشاهدون في جبهة مأرب، في جبهة الجوف، في جبهة صعدة، في تعز، وأنا دائما أتحدث عن تعز، قلبي في تعز. أنا يعني حينما أقول تعز أميل إلى تعز كل الميل، لأنها البلد التي أعيش فيها والتي خرجت منها وتركت، أنا خرجت جثة وتركت روحي هناك. وأقول لكن مثلما كتبت قصيدة مغنى لها: لن تركع أبدا، لن تركع تعز الأحرار، فالحر محال أن يخضع لو مهما صار، بيدي بسلاحي بكفاحي بلهيب النار، سأقاوم غزو الأشباح صلف الأشرار، وستشرق شمسي بصباحي بحماة الدار، أفديك بروحي بجراحي تعز الأحرار. صح الله لسانك. قبل أن ننهي يعني يتبقى لدينا سؤالين: ما الذي يدفع الشيخ نائف الجماعي إلى ترك مكتبه في بنك اليمن البحرين والالتحاق بصفوف المقاومة؟ الذي دفعني هو ما دفعك لأن تحمل هذا الميكروفون وتغطي جبهة القتال. الهم واحد، أنا أعتقد لو لم أكن في صفوف المقاومة لتمنيت أن أموت كمدا بغيظي تحت البطانية ولكنكم رفعتم شعار النضال السلمي في فترة معينة. كانت الفترة تقتضي أن نرفع شعار النضال السلمي، سلمية في وقت السلم، لكن ها في الشدة أنا حاميها، وقت السلم أنا بانيها. يعني سلمية وقت السلم متى كانت المرحلة تقتضي السلم والتعامل السلمي، لكن حينما يرفع في وجهك السلاح ويقتل الأبرياء ويقصف المساكن، اليوم داخل تعز تقصف الأحياء بالكتيوشا والمدفعية بهمجية. هم يا إخوتي يريدون أن يقولون لنا نحن مناطقيون وأنتم في إقليم الجند ما تسووش. والحمد لله رب العالمين رددنا على هذه الهجمة بقوة تكاتف الرجال في تعز وإب، والحمد لله رب العالمين. ترون في الميدان كم يقدم الحوثي يوميا من خسائر على مستوى العتاد والرجال، وكم يتقدم رجال المقاومة في هاتين المحافظتين. هناك مواجهات بين الحين والآخر في جبهة نقيل الخشبة وسوق الليل، كان آخرها مساء أمس، يعني هل تشاركون بقوة في هذه الجبهة؟ أكيد نحن مشاركون بقوة، ومشاركين إخواننا في العود وإخواننا في السبرة وإخواننا في قعطبة، واليوم إخواننا في مريس يشاركون أيضا في هذه الجبهة. مقاومة مريس ومقاومة قعطبة ومقاومة العود ومقاومة بعدان ومقاومة السبرة اجتمعت في هذه الجبهة معا، وهذا من التكتيك الجديد الذي نشتغله في المقاومة الشعبية، أنه لم تعد هناك جبهة محددة على جهة معينة بذاتها أو منطقة معينة بذاتها. كل جبهات هذه المناطق إب والضالع تعنينا بشكل عام. كلمة أخيرة يوجهها الشيخ نايف الجماعي لإخوانه ورفاق دربه في المقاومة الشعبية ولأبناء اليمن. أقول ما نردده دائما في جبهات القتال: اصبروا، اصمدوا، اثبتوا، أنتم أهل الحق وأولئك أصحاب الباطل، أنتم أهل القيم والأخلاق وأولئك لا أخلاق لهم، إذ أنهم لا يحترمون حتى بيوت الله، يفجرون المساجد فما بالك بتفجيرهم لبيوتنا. إنما النصر صبر ساعة، وانتظرونا في القريب العاجل إن شاء الله
الناس في كل اليمن على قلب رجل واحد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. سلمك الله. مشاهدين الكرام، كان هذا هو لقاء خاص مع القيادي في المقاومة الشعبية في محافظة إب الشيخ نائف الجماعي، وهذا محدثكم نصر المسعدي، قناة سهيل.